مسؤولو محافظة حلب يقدمون التعازي بالشهداء التلاميذ الذين ارتقوا جراء استهداف الإرهابيين لمدرستين في حي الفرقان. قدم محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد صالح إبراهيم التعازي لأسر الشهداء الأطفال الثمانية الذين ارتقوا نتيجة القذائف الصاروخية التي أطلقتها الجماعات الإرهابية المسلحة على مدرستي الفرقان المحدثة وساريا حسون بحي الفرقان. قدمنا التعازي اليوم لأسر الشهداء الأبطال الذين سقطوا على مقاعد الدراسة والعلم نتيجة قذائف الحقد، قذائف الإرهاب. كل الرحمة للشهداء الوطن من عسكريين ومدنيين، والشفاء العاجل للجرحى. هؤلاء الأطفال الذين كانوا يرسلون رسائل محبة ورسائل سلام إلى العالم أجمع، فجاءهم الرد من الإرهابيين القتلة التكفيريين بصواريخ حقد قتلتهم وزهقت أرواحهم على مقاعد الدراسة. كل الرحمة لهؤلاء الشهداء، وإن شاء الله النصر قريب وآت. ويا هذه الدنيا أعلني واشهدي إنا لغير سوريا الحرة الأبية لا ننتمي، رحمكم الله بل رحمنا الله بكم يا أيها الشهداء، والسلام على كل سوري شريف ورحمة الله وبركاته. أراد يوم أمس طلاب مدرسة الفرقان أن يرسلوا رسالة محبة وسلام إلى أشقائهم في المناطق الشرقية من حلب، لكن كان الرد بهذه الهمجية. هم كانوا يرسلون إليهم رسائل محبة وسلام، وأولئك المجرمون أرسلوا إلينا صواريخ الغدر والحقد والكراهية. من جانبهم عبر أهالي الشهداء الأطفال عن صبرهم لفقدان فلذات أكبادهم رغم ألم الفراق، وأضافوا أن الوطن يستحق من الجميع كل تضحية في سبيله، ودون التضحيات الجسام والصمود والصبر لن يتحرر من الإرهاب والإرهابيين. بس الله يا ينتقم كل ظالم، وإن شاء الله الله على كل ظالم، وبيخرب هالبلد بيخرب هالأرض. يا ذي الإرهاب التي تريد أن تمنع عنا العلم، تريد الجهل، ولكن نحن مصرون أن نعيد الدراسة ونعيد صفوفنا. يوما بعد يوم يؤكد السوريون أن النصر أقرب من أي وقت مضى بفضل دماء الشهداء وآلام المصابين وصمود كل أبناء الوطن. بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية، مسيرة حاشدة في حمص تؤكد على انطلاق عملية إعادة الإعمار في المحافظة وتكرس قيم التعافي والإصلاح. تأكيداً على انطلاق عملية إعادة الإعمار بمحافظة حمص وتكريساً لمسيرة التعافي والبناء والإصلاح التي تشهدها المدينة، احتشد المئات من أهالي المحافظة قرب الساعة الجديدة في مركز المدينة، وانطلقوا بمسيرة حاشدة من وسط المدينة وصولاً إلى مبنى نقابة المهندسين في حمص القديمة بمشاركة فعاليات رسمية وشعبية، حيث تم إعادة افتتاح مقر نقابة المهندسين بعد إعادة تأهيله. هذه العودة هي جزء من سلسلة عودة لمؤسسات الدولة بدأت منذ عامين وهي مستمرة، وستستمر أيضا بإعادة تأهيل كل المباني الحكومية بشكل خاص وكل المباني عموما، والوسط التجاري في مدينة حمص سيشهد خلال الأشهر الأربعة القادمة عودة أيضا متزايدة لمؤسسات الدولة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في هذه المنطقة. مسيرة التعافي ستستمر لتشمل كل المناطق، ومسيرة إعادة الأعمار ستستمر لتكون خطوة أساسية وهامة على طريق إعادة أعمار سوريا. هذه المسيرة تأكيد على انطلاق عملية إعادة أعمار حمص بعد الخراب الذي لحق من خلال هذه العصابات التكفيرية الإرهابية، ونتيجة لتضحيات أهل حمص وخاصة في الأحياء الشعبية والمناطق التي وقفت ضد عمليات الإرهاب في مقاومة هذا الاحتلال الغاشم لمدينة حمص، اللي تستطاع الصمود وفضل قواتنا المسلحة وكل من حمل السلاح دفاعا عن هذه المدينة أسقط الإرهاب في مدينة حمص، وحاليا تتعافى مدينة حمص وتسير في طريق الإصلاح. وهذه المسيرة كانت تأكيد على عملية إعادة إعمار سوريا والانطلاق لبناء من جديد. اليوم نحن كنا مصرين على أنه يكون افتتاح جماهير المهندسين كلهم يشاركوا فيه، لا يبينوا أن المهندسين اللي بقوا بهالقطر
هن جاهزين لإعادة بناء ما تم تهديمه من قبل هذه العصابات التكفيرية والإرهابية. اللوحة الجميلة التي شاهدناها اليوم بحمص ستؤكد عودة جميع الأهالي إلى مناطقهم وعيشهم الرغيد والآمن في المستقبل في بناء سوريا الحديثة القادمة إن شاء الله. يذكر أن عملية إعادة تأهيل مبنى نقابة المهندسين تم خلال 3 أشهر وبكلفة 60 مليون ليرة سورية، حيث كان حجم الدوار الذي تعرض له المبنى كبير جدا. جولة تفقدية لمحافظ القنيطرة على بعض الدوائر الحكومية في المحافظة، وتأكيد على ضرورة تلبية احتياجات المواطنين بالشكل الأمثل. مواجهة الإرهاب مهمة وطنية يشترك فيها الجيش والشعب جنبا إلى جنب، وهذا ما أكد عليه محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر الذي قام بجولة على عدد من المؤسسات وتفقد واقع العمل في مديرية التربية، وأشار إلى أهمية إنجاز المعاملات وتخفيف معاناة المواطنين وإلى ضرورة وجود موظفين في مدينة البعث لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف النيل من المدينة الصامدة. التقينا بالمواطنين المراجعين، وكذلك التقينا بالعاملين المتواجدين في هذه المديريات، أعطينا التوجيهات لمعالجة الصعوبات التي لاحظناها أثناء الجولة، وأكدنا على جميع العاملين ضرورة التواجد على رأس العمل، لأن تواجدنا على رأس عملنا هو واجب وطني وأخلاقي، وهو ردنا على المخططات الإسرائيلية والعصابات المسلحة التي تبعد عنا أمتار. مدير التربية فوزات الصالح أكد على أهمية سير العمل في المؤسسات الحكومية. التقليل من الروتين ما أمكن في إنجاز المعاملات، يعني العمل على الأتمتة والربط مع الوزارة ومع المديريات الأخرى ومع المحافظة في حينه. الوجود في أماكن العمل رغم الهجمات الإرهابية المتتالية رسالة قوية من أبناء القنيطرة بأنهم سيواصلون التصدي للإرهاب المرتبط بالعدو الصهيوني، وأنهم سيدافعون عن القنيطرة التي تحتل رمزية خاصة كونها مدينة لمقاومة العدو الصهيوني. محافظة حما تبدأ موسم جني الزيتون والكميات تتراجع مقارنة بالأعوام الماضية. توقعت زراعة حما أن يبلغ إنتاج المحافظة من زيت الزيتون للموسم الجاري بحدود 10,000 طن، أي ما يعادل 625,000 صفيحة زيت. وفي هذا الإطار رصدت كاميرا الإخبارية واقع جني محصول الزيتون وإنتاج الزيت، ولاحظت أن الإنتاج أقل من 20% مقارنة بالأعوام السابقة. المحصول لهذا العام قليل جداً طبعا مقارنة مع السنوات السابقة بموضوع إنتاج الزيتون، لكن هناك صعوبات كثيرة بالنسبة لهذا الإنتاج، صعوبات كثيرة نواجهها كمزارعين من الزيتون نتيجة أولا أجور النقل الغالية والفراغات الذي تعبأ بها الزيتون نتيجة غلاء الأجور، نتيجته هو عدم توفر مادة المازوت بالنسبة لأصحاب السيارات، ولكن هناك نسب قليلة مقارنة مع الأعوام السابقة، حيث تصل نسبة الإنتاج الحالي لهذا العام حوالي 20% مقارنة مع السنوات السابقة. بدأ الموسم الزراعة عندنا ب15، طبعا هذا السنة الكميات الإنتاج كتير ضعيفة، منعاني أنه المزارع مثلا عم يجيب 200-300 كيلوغرام، هذا الحكي طبعا أنه في مشكلة انقطاع الكهرباء، عم ندور المولدات بشكل دائم ومستمر، وطاقة المولدة بدأ بالساعة 70 لتر مازوت طبعا، وعم نعاني من نقص انه ما عم تتوفر بشكل دائم، فعم نضطر نشتريها من السوق السوداء اللي عم تفرض علينا باسعار غاليه جدا، ونحن كصناعيين يعني عم نعاني من مشكله انه توفير الدخل. نجار ما لها دراسه، ما حدا يدرسها، ليه ما يدرسوها؟ الواحد يروح شادي قاعدين مكاتبه، ما في مهندس بينزل على الحقل، ما في مهندس بيشرف، ما في شيء، ليه صار الواحد يروح شادي؟ في كل دول العالم الواحد يرشادي داخل الحقل، ما بيضل موظف بالدائرة، كلهم ينزلوا على الحقوق، إن كان من الأمراض، إن كان من للمزارع بيعطوه إرشادات، بيعطوه كل شيء.
من لا في رجال ولا في شيء. خذ هي نصب تعبان مرضان ما حدا نص السجر عم يموت. رئيس دائرة المكاتب المتخصصة بالمديرية المهندس بسام النشار أشار أن هناك 26 معصرة متوزعة في مختلف مناطق المحافظة ستقوم بعمليات عصر الزيتون، لافتا إلى تأمين حاجة المعاصر من مادة المازوت والتي تقدر خلال الموسم الحالي ما بين 20,000 و30,000 لتر لكل معصرة حسب تعداد خطوط عملها والكميات الموردة إليها من المزارعين. تعد حما من المحافظات التي تشتهر بزراعة عدة أصناف من الزيتون منها القيسي والسوراني والتي تشكل نسبة 70%، يضاف إليها الأخضير والدعابلي والصفراوي والتركي والجلط.